النهاردة ولأول مرة في تاريخ الحضارة البشرية هنقدر نغير مدار كوني لنيزك عملاق من الممكن انه يهدد الارض في المستقبل ويدمر الحياة عليها زي ما حصل من 65 مليون سنة في عصر الديناصورات بعد ما اطلقت وكالة الفضاء الامريكية ناسا مهمة دارت لاختبار قدرتنا كحضارة بشرية متطورة لتغيير مسار النيزك ديمورفس الموجود على بعد 11 مليون كيلومتر من كوكب الارض. وعشان تتخيل معايا المسافة الرهيبة دي فهي تقريبا بتساوي 7 أضعاف المسافة ما بين الأرض وتلسكوب جيمس ويب الفضائي، يعني حرفيا مهمة تعتبر الأولى من نوعها والأخطر والأدق على الإطلاق، بل إنها بتمثل الأمل الوحيد للأرض، كونها الطريقة الوحيدة اللي نقدر بيها بالتكنولوجيا المتاحة لينا كبشر إننا نستخدمها في حالة تهديد أي نيزك لكوكبنا في المستقبل. لكن ناسا أعلنت عن معلومات خطيرة بخصوص لحظات التصادم مع النيزك اللي هيحصل كمان ساعات من دلوقتي، وكل ده وأكتر هنعرفه مع بعض النهاردة. لكن لو بتشوفنا للمرة الأولى ما تنساش الاشتراك في القناة عشان تكون معانا في كل رحلاتنا الجديدة بين النجوم، ولو عجبتك الحلقة بعد ما تشوفها ما تنساش اللايك. جاهزين؟ يلا بينا. يوم 26 سبتمبر 2022 هيكون معادنا مع أول تدخل لينا كبشر في المدارات الكونية الطبيعية للأجرام السماوية من خلال المهمة دارت أو باسمها العلمي دبل أسترويد ريدايركشن تيست، واللي مخطط إنها تصطدم بالنيزك دايمورفس لتغيير مداره حوالين النيزك ديداموس العملاق اللي بيوصل قطره لحوالي 780 متر، في حين ان النيزك المستخدم دايمورفس بيوصل قطره لحوالي 163 متر، يعني تقريبا في نفس حجم الهرم الكبير في اهرامات الجيزة الثلاثة في مصر. فالنيزكين مع بعض بيكونوا نظام ثنائي نيزكي صغير جدا، واللي هيحصل خلال ساعات هيكون كالتالي: هتنطلق المركبة الفضائية في اتجاه النيزك دايمورفس للتصادم معاه بشكل متعمد، ونتيجة للتصادم اللي ممكن يبان على انه صغير نسبيا هيتغير مدار النيزك الصغير دايمورفس حوالين النيزك الكبير ديداموس للأبد. او بمعنى ادق، هتقدر المركبة انها تأثر على الطاقة المدارية للنيزك الصغير وتخليه يدور حوالين النيزك الكبير بشكل ابطأ نسبيا، وبالتالي تزيد قوة الجاذبية عليه ويقل قطر مداره حوالين ديداموس. لكن هنا بدأ العلماء في سؤال نفسهم ثلاث أسئلة مهمة جدا ممكن تأثر على كوكب الأرض في المستقبل: هل تغيير المدار الطبيعي للنيزك دايمورفس ممكن يحول اتجاهه بأي شكل من الأشكال لكوكب الأرض؟ الحقيقة ان السؤال ده استغرق العلماء حوالي 10 سنين كاملة لدراسة النظام النيزكي الثنائي بمنتهى الدقة، مع ملايين من السيناريوهات اللي تم عمل محاكاة ليها على أجهزة كمبيوترات عملاقة ومعادلات حرفيا استمر حلها لسنين، عشان نتأكدوا بشكل رسمي ان تغييرنا لمدار دايمورفس مش هيكون مؤثر على مداره حوالين الشمس بالدرجة اللي تخليه ينحرف ويتقاطع بأي شكل من الأشكال مع مدار كوكب الأرض. في حين ان الفريق العلمي المسؤول عن المهمة أكد على ان النيزك الصغير دايمورفس مستحيل يمثل تهديد لكوكب الأرض بسبب كتلته الصغيرة، وبالتالي وطبقا لقانون نيوتن بتكون قوة التأثير الجاذبوي للأرض عليه قليلة جدا، ويكون مستقر في مداره لمئات من السنين في المستقبل. إلا إن النيزك العملاق اللي بيدور حواليه ديداموس كان ولا زال بيمثل تهديد لكوكب الأرض، لأنه يعتبر قريب نسبيا، وكتلته الكبيرة بتخلي القوة الجاذبوية لكوكب الأرض تأثر عليه بشكل أكبر بمرور الزمان، ويكون من ضمن قائمة النيازك اللي بتهدد الأرض في المستقبل البعيد، أو ما بعد 100 سنة من النهاردة. فحاليا النيزك دايمورفس قبل التصادم بيكمل دورة واحدة حوالين النيزك العملاق ديداموس كل 11.9 من 10 ساعة، لكن بعد التصادم هيتغير الوضع تماما نتيجة لنقص قطر المدار، وتقل الفترة المدارية للنيزك ل 11.8 من 10 ساعة، يعني حرفيا تأثير التصادم ده هيقلل من الفترة المدارية للنيزك حوالي 4 دقايق و2 من 10، ويكون التأثير ده كافي تماما لتغيير مسار أي نيزك ممكن يكون على مسار تصادمي مع كوكب الأرض في المستقبل. فالأرض بتتحرك بمسافة بقدر قطرها بالكامل كل 7 دقايق تقريبا أثناء مدارها حوالين الشمس، فمجرد تأثير بسيط ولو حتى لثواني معدودة على مسار النيازك ممكن حرفيا يغير من هدفها في الكون للأبد وينقذ الحياة على الكوكب. لكن ازاي هنقدر نعرف نتيجة المهمة بالرغم من المسافة البعيدة ما بيننا وما بين نقطة التصادم للمهمة دارت؟ الحقيقة ان خلال الثمان شهور اللي فاتت من وقت انطلاق المهمة من كوكب الارض وهي في مسار تصادمي مع النيزك دايمورفس اثناء وجوده في اقرب نقطة لي من كوكب الارض، وبالتالي فالمهمة بالكامل هيكون من الممكن رصدها باكبر التلسكوبات على كوكب الارض. لكن الموضوع برضو مش هيكون بالسهولة المتوقعة نتيجة للمسافة اللي بتوصل ل 11 مليون كيلومتر تقريبا. لكن
الحقيقة إن اللي هيتم رصده هنا مش هيكون التصادم على عكس المتوقع، لكن هنقدر نرصد وندرس التغير اللي هيحصل في مدارات النيزكين والمسار الجديد اللي هيتحرك فيه النظام الثنائي بالكامل لسنين في المستقبل. فمن خلال المقارنة بين المدارات قبل وبعد عملية التصادم هنقدر نحدده بشكل قاطع إن كانت فعلا حساباتنا والسيميوليشن اللي عملناها خلال العشر سنين اللي فاتت صحيحة ولا لا، عن طريق مقدار الطاقة اللي قدرت المهمة دارت إنها تأثر بيها على النيزك دايمورفس في مداره بتغيير قدره 4.2 دقيقة، ولا هيكون في عامل جديد ممكن يغير من الحسابات دي ما كانش معمول حسابه في معادلتنا، وخاصة العامل الأساسي اللي ممكن يأثر بشكل أكبر وهو تكوين النيزكين الكيميائي اللي من الممكن حرفيا لو كان غير التركيب المتوقع ولو بنسبة صغيرة جدا إن ينتج عنه فشل المهمة بالكامل من غير أي تغيير في المدارات على الإطلاق، لأن حاليا المهمة بتستهدف نيزك يعتبر صغير نسبيا في الكتلة والحجم على عكس النيازك اللي ممكن تهدد الحياة على الأرض في المستقبل بأحجام عملاقة. فبيحاول العلماء من خلال ملاحظة نتيجة المهمة دارت على فهم إن كان فعلا من الممكن تنفيذ مهمات على أحجام وكتل أكبر ولا الطريقة دي هتكون غير فعالة من الأساس، ونضطر نلجأ لطرق جديدة زي تفجير النيازك دي قبل دخولها في منطقة الخطر في مدارات قريبة لكوكب الأرض. بل إن وكالة الفضاء الإيطالية انضمت لمهمة دارت بقمر صناعي صغير في الحجم باسم ليسيا كيوب من نوع الكيوب سات، بحيث انه ينفصل عن المركبة دارت قبل ميعاد التصادم مع النيزك دايمورفس بحوالي 10 ايام، ويبدأ في تصوير التصادم بالاضافة للصخور اللي هتنتج عن اللحظة العظيمة دي حوالين الفوهة الجديدة اللي تاريخ ميلادها الكوني هيكون خلال ساعات، وكل ده بالاضافة لمهمة هيرا سنة 2024 اللي مخطط انها تنطلق للنظام الثنائي النيزكي لدراسة تأثير التصادم اللي حصل وتحديد التركيب الكيميائي الجديد للفوهة اللي اتكونت، وبالتالي معلومات اكتر عن مهمة دارت، لان من المتوقع ان بسبب التراب والغبار الناتج عن التصادم هيتم حجب جزء كبير جدا من الضوء المنعكس من على النظام الثنائي، ونكون غير قادرين على الوصول لمعلومات اكتر عن نتيجة المهمة دارت. لكن لو افترضنا اننا اكتشفنا نيزك بيهدد الحياة فعلا على كوكب الارض، هنقدر في وقت قد ايه اننا نصمم مهمة زي دارت ونغير مسار النيزك الجديد؟ الحقيقة ان ناسا جاوبت على السؤال ده بطريقة غريبة جدا، وهي اننا فعلا ما نعرفش الوقت المحدد، لان ساعتها هنكون بنتعامل مع تهديد نيزكي مختلف تماما بكتلة وحجم ومسار تصادمي مع الارض بنرصده لاول مرة، بل ان بالفعل في عشرات من النيازك العملاقة اللي ممكن تنهي وجود الحياة بالكامل من على الكوكب بتمر في مدارات قريبة جدا من كوكب الارض، لكن المدارات دي بيكون معظمها مدروس وبدقة ومتوقع مساراتها لمئات السنين في المستقبل. انا عايزك تتخيل معايا انك حاليا بتكنولوجيا بسيطة زي مهمة دارت بقت قادر على تغيير مدار جرم سماوي عملاق زي النيازك، ما بالك بعد 100 سنة من النهاردة او حتى 1000 سنة كاملة؟ هل هنكون قادرين اننا نحرك كوكب عملاق من مداره بحيث اننا نقربه ولو عشرات الكيلومترات من الشمس زي كوكب المريخ مثلا، وبدل ما الكوكب الاحمر يعتبر خارج المنطقة الداعمة للحياة حاليا يكون جنة جديدة في مجموعتنا الشمسية، او حتى بعد 1,000,000,000 سنة من النهاردة نكون قادرين على تحريك كوكب الارض من مداره بعدا عن الشمس عشان نهرب من تمدد الشمس وتحولها لعملاق احمر ولحظة نهاية الحياة على كوكب الارض؟ فهل تعتقد ان ده فعلا ممكن انه يحصل، ولا البشر لسه قدامهم كتير للوصول للمرحلة دي من التطور؟ مستني اعرف رأيكم في الكومنتات. لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك، ولو بتشوفنا للمرة الاولى ما تنساش الاشتراك في القناة او دعمنا من خلال الاشتراك في خاصية الممبرشيب، واللي هتخلينا ننطلق مع بعض في رحلات اكتر لغزو الفضاء الكوني العميق. واشوفكم الحلقة الجاية مع رحلة جديدة بين النجوم.